على الأول بناء وجدنا الفعول تزال تبي حمياه وموقفته باللي تبي سما هذا شعيب أبو ثمر ورمز من الأبطال شجاع المواقف والمراد الوصل دمى لو المجلس الأمة نقص على الأفعال يبي ياخذ الأول على مجلس الأمة ما باع الوطن ولا قبض أرض ولا مال معه أول ويانا المواطن وعن همه ولو حاولوا في طيحة شلة الأنذال يطيحون قدامه وهو يرتقي القم هالمديح اللي ينومس في عيون أهل القراي يجعل الشاعر يطيش اليام دحمر قاب قاب والله إن شعيب فعله يعطي الغير نهاية كل ما وقف نظرة حر ولا في ابتسام كل ما صوت نداء الفخر جوار بحماية هالزعمة ما تبلى واحد فيها زعم الكويت المد رافع للفخر وطيب رايه ينتصر لجل المواطن في علوه واحترام ما تزعزح الامور اللي خفت ولا الوشاية اثبت من طويق ورها هامت عن كل هام ما طلب ورفع لفود ولا ربع غاي مستقيم وخيف الله في الهدى والاستقام ابو ثامر من باع الافعال امجاد الحكاية كسبة العذ يمناه وكسبة الوجه فغراي واشهد انعقب سنافي لمع الطارة وصاي ثامر اللي من فعوله مرتوي عز وشهاد من مواثرة الفعول ومدهم خط البداية ارسموا بقمة التاريخ ورجال العدا شعيب يا رمز الوطن كله يا راعي الوقف البطولية فيك المراجل طبع وجبلة من قبل الأحداث السياسية ومن يطعنك يا شعيب ناقله ديارنا بالشعب محمية ديارنا بالشعب محمية على الأول بناء وجدنا الفعول تزال تبي حمياه وموقفته باللي تبي سما هذا شعيب أبو ثمر ورمز من الأبطال شجاع المواقف والمراد الوصل دمى لو المجلس الأمة نقص على الأفعال يبي ياخذ الأول على مجلس الأمة ما باع الوطن ولا قبض أرض ولا مال معه أول ويانا المواطن وعن همه ولو حاولوا في طيحة شلة الأنذال يطيحون قدامه وهو يرتقي القم هالمديح اللي ينومس في عيون أهل القراي يجعل الشاعر يطيش اليام دحمر قاب قاب والله إن شعيب فعله يعطي الغير نهاية كل ما وقف نظرة حر ولا في ابتسام كل ما صوت نداء الفخر جوار بحماية هالزعمة ما تبلى واحد فيها زعم الكويت المد رافع للفخر وطيب رايه ينتصر لجل المواطن في علوه واحترام ما تزعزح الامور اللي خفت ولا الوشاية اثبت من طويق ورها هامت عن كل هام ما طلب ورفع لفود ولا ربع غاي مستقيم وخيف الله في الهدى والاستقام ابو ثامر من باع الافعال امجاد الحكاية كسبة العذ يمناه وكسبة الوجه فغراي واشهد انعقب سنافي لمع الطارة وصاي ثامر اللي من